renvoyé. Au sens pour démontrer pour votre décision d'ouvrir. Et comme vous savez, ce secteur est. Merci. اليوم هذا لقاء تواصلي مع الدولة الكازاخستانية اللي كان لقاء مهم مع رجال الأعمال المغاربة وخاصة الشركات الكبرى والمتوسطة. نبغى نتعرفوا على هذه البلاد هذه أكثر واللي هي فيها ثروات قمحية كبيرة وفيها بترول فيها غاز وخاصة دولة مسلمة. وبغينا اليد العاملة ديالنا توصل لهذه البلاد هذه ويتعرفوا على رجال الأعمال ديالنا والاستثمار ديالنا والفرص المتاحة في المغرب والفرص المتاحة في كازاخستان. وهذا شرف لينا باش تحضر معنا السفيره ديالهم لاول مره كتكون سفاره في المغرب هذه واحد 4 شهور. والحمد لله اليوم كان لقاء جيد ومستمر واخا كان عن زوم، ولكن سيد السفيره جاوبت على بعض الاسئله وبقي حوايج اخرين ان شاء الله اللي غادي ناخذوا فيهم اجراءات مع الطاقم التجاري السفاري والطاقم التجاري ديالنا باش نمشيو معهم ان شاء الله لابعد. احنا كنهيئوا واحد اللجنه مصغره اللي فيها واحد 8 الاشخاص، 4 من كازاخستان و4 من عندنا حنا، باش نشوفوا بعض المواد. حنا اختارينا 10 المواد ديالنا اللي غادي تكون ان شاء الله ترسل من كازاخستان، وهما كذلك بعض المواد ديالهم واحد 7 ولا 8 اللي حنا حاجه ليها. وخاصه اما الفوسفات ما نديوش عليها، هذاك راه يعني باين، وحنا كنتمنوا ان شاء الله نخدموا مع الطاقم التجاري السفاري ديالهم باش نشوفوا المواد ديالنا اللي هي محتاجه لهم كازاخستان اكثر من اللي محتاجه لهم دول اخرى. Le Kazakhstan et le Maroc a une grande opportunité de développer les coopérations dans la sphère économique. Et surtout, si on peut préciser, dans la sphère agriculture, dans la sphère innovation, dans la sphère économie verte, dans la sphère d'échange de légumes et de textiles, c'est agriculture toujours, et de tourisme. On a déjà posé cette question. Le Kazakhstan est membre de l'Union économique eurasiatique. Il y a, et comme je vous ai dit, entre le Kazakhstan et le Maroc, il n'y a pas beaucoup d'accords. Et je pense que prochainement, on peut penser pour, à propos de libre-échange. Parce que ce dont, bien sûr, nous comprenons beaucoup de PCD, mais les experts doivent commencer leur travail. التواجد ديالنا اليوم في هذا المنتدى فهو تلبية للدعوة ديال سفارة دولة كازاخستان وبالشراكة مع الغرفة التجارة والصناعة بجهة الدار البيضاء أسطات. طبيعة الحال احنا اليوم كفاعلين في النسيج القجزي الوطني جينا نشوفوا شنو هي الإمكانيات اللي يمكن تكون مع دولة للتواجد ديالها في المغرب، فهو حديث عبر السفارة ديالها. يعني تاريخيا ما كانش هناك معاملات كثيرة، ولكن اليوم الدولة تجي وكتقترح يعني إمكانيات للتبادل في يعني من خلال تصدير أو استيراد المواد من الجانبين. احنا في أمس الحاجة لشراكات جديدة خصوصا مع دول اللي ما كانش سبق لينا تعاملنا معها قبل. اليوم دولة كازاخستان فهي دولة اللي ما كنعرفوش عليها شي كثير، ولكن من خلال هذا المنتدى تفاجئنا بالمؤهلات الكبيرة اللي كتمتاز بها هاد الدولة هذه، واللي تنظن ان اليوم المغرب ممكن يعني الدور اللي تلعب اليوم المغرب على الساحة العالمية لا من ناحية الاقتصاد لا من ناحية الدبلوماسية ديالو تيمكن له يكون شريك فعال بالنسبة لدولة كازاخستان. والعكس صحيح، يعني احنا في امس الحاجه لدول اخرى اللي اليوم غادي تجي وتعطي الاضافه وقيمه اضافيه للنسيج الجديد الوطني.